هل من قرأ سورة الإخلاص في كل ليلة يعتبر أنه قد ختم المصحف الشريف بكامله؟ أفيدونا في ذلك جزاكم الله كل خير. سورة الإخلاص فيها فضل عظيم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لما تشتمل عليه من صفة الرب سبحانه وتعالى، ففيها فضل عظيم وفي قراءتها فضل عظيم، لكن ليس من قرأها واقتصر عليها وكررها يكون كقارئ القرآن كله، بل إذا قرأ القرآن كله فقد حصل على أجره وثوابه، ويكون أيضا قارئا لسورة الإخلاص فيكون حائزا على ثواب هذه السورة وعلى ثواب تلاوة القرآن كله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة الاقتصار على قراءة سورة الإخلاص لا يكفي عن قراءة القرآن، ولكن فيه أجر تلاوتها وقراءتها، ولكن لا يكون كمن قرأ القرآن كله. نعم، بارك الله فيكم.